بيكم في حلقة جديدة من حلقات النهاردة. هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. طبعا في البداية هنعمل حاجات حلوة، إحنا في العيد كل سنة وحضراتكم طيبين، وحابين نعمل وصفات بسيطة وجميلة مع الشاي، طبعا بجانب الحاجات الحلوة اللي إحنا دايما بناكلها كحك العيد والبسكويت والحاجات الحلوة اللي عملناها مع بعض. لكن ما يمنعش إن في ناس تانية ممكن ما تاكلش من ده وتحب تاكل كيكس وحاجات مختلفة. خلينا نراعي ونبقى عملنا كل حاجة وكل الآراء اللي اتقدمت لنا حطيناها في الاعتبار، وده علشان نرضي حضراتكم. في البداية هنبدأ نقول هنعمل ايه. هنعمل النهاردة كيك الجلاش. اتفقنا انه كيك الجلاش من الكيكات الخفيفة واللطيفة، ولو اتبقى عندي بواقي من الجلاش انا مش عارفة اعمل بيها ايه وهتنشف في الفريزر، انا اقدر استغلها في كيك حلو. هنشوف مع بعض، هنبدأ نقول المقادير بتاعتنا وتنطلق صفارة الحكم وبتبدأ وتعلن عن بداية الشوط الأول. يلا بينا. عندي لكيك الجلاش لفة من الجلاش، وممكن تاخد أقل أو أكتر على حسب كمية الجلاش أو حجم الصينية اللي حضراتكم هتستخدموها. عندي كوباية ونص من اللبن، نص كوباية من القشطة، 3/4 كوباية من السكر، أو ممكن تبقى نص كوباية على حسب ما حضراتكم عاوزين، 4 بيضات، عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، فانيليا، رشة من الفانيليا، ونص كوباية من السمنة المذابة، وينفع زبدة لو حابين، معلقة كبيرة من الزبدة الطرية، وعندي معلقة كبيرة من الكاسترد باودر، ومعلقة كبيرة من النشا، زبيب أو سوداني. الشربات شربات بسيط وخفيف، مش هنعمل شربات تقيل، هنعمل شربات من كوبايتين من السكر، كوباية من المية، معلقة من عسل الجلوكوز أو العسل الأبيض، ومعلقة صغيرة من عصير الليمون، وطبعا فانيليا. طيب هنبدأ أول حاجة، هنعمل حاجات بسيطة جدا. احنا المكونات الجافة هنجمعها مع بعض في بولة، وهندمج مع بعض المكونات السائلة وهنضربها مع بعض، وهنشوف التكنيك بتاع كيك الجلاش هيكون ازاي. هي بسيطة جدا، فبقى عندنا جلاش بقى باقي من رمضان، مكان جلاش كنا بنعمله بنشتغل بيه، احنا ان شاء الله مش هنحتاج ان احنا ايه. بسم الله. بصوا بقى، هاخد كده، مش شرط تكون ورق كامل ولا يكون ورق حتى لو ناشف، لو الجلاش ده نشف عند حضراتكم. هاخد كده الجلاش منه شوية، وهاخد كده الصينية اللي أنا عايزة أعمل فيها كيك الجلاش. هاخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطها هنا وهبدأ ورقات الجلاش هكرفشها كده وهعمل كده. هاخد الورقات أكرفشها كده وهعمل كده جنب بعض، حتى لو هي زي ما قلت لحضراتكم تكون مش ورقات ناعمة أو طرية أو فريش أو متكسرة، أيا كان مش ده المهم في الموضوع. حتى لو مش هتجمعوا الورق كده، لو هيبقى متكسر بشكل معين مفيش مشكلة خالص. أهو بصوا، بصوا الشكل أهو، هفضل أعمل كده على كل ورقة أنا بستخدمها. هاخد كده بقية الورقات وأبدأ أكرفش فيهم تاني أهو كده كده اهو كده، على حسب حجم الصينيه اللي احنا عايزينها. طبعا الخليط بتاع الكيك ده ما بيبقاش فيه نسبه دقيق، لانه بيبقى حاجه كده كريمي عامل زي الكريمه بالظبط، فبيبقى الموضوع بسيط وجميل وخفيف، وبنسقيها من الشربات زي ما ناس كتير قوي بتحب الكيكس بتاعه الرواني اللي هي بيبقى فيها كيك الزبادي يعني. بصوا اهي، شايفين ورقات كده تدي بقى شكل اللي احنا هنقلبها، يعني الكيك دي بتتقلب فبيطلع شكل الجلاش ده من فوق، وبيبقى شكله جميل زي ما حضراتكم شايفينه كده. طيب هنبدأ بقى نعمل تاني هنا اهو خلاص، وناخد ورقة كمان. وطبعا دي من الحاجات الجميلة قوي، بيطلع مقرمش ورائع. بصوا هو مفنكش بس عامل شكل جميل اهو، شايفين؟ أنا ببص معاكم. تمام، تسلم إيديكم أهو. خلاص، ودي آخر واحدة أهي، حطها هنا، وآدي الجلاشات الأمورة دول، والباقي هطبقه لمرة تانية أقدر أستفيد منه في جلاش تاني إن شاء الله. طيب أنا كده جهزت الجزء الأولاني. هجيب كده بقى بولة، بسم الله، هجففها كويس، هحط فيها المكونات بتاعتي الجافة اللي هي السكر. احنا طبعا هندوب السكر ده مع البيض، بس خلينا الاول ايه نجهز هنا بولة
القشطه ممكن وش اللبن وممكن تبقى قشطه علب زي ما حضراتكم تحبوا، ايه اللي متوفر عندكم؟ خليني اكسر بس البيضه بيضه بيضه عشان احطها هنا ابقى ضامنه انها تمام. بسم الله اهو. طبعا احنا اتفقنا الواحد بسم الله في الصيف لازم يكون حريص في موضوع البيض ده قوي. اهو بيضه بيضه كده عشان بس اطمن انه كله تمام. بسم الله. طبعا احنا اتفقنا في تنقيط البيض لازم تكون البيضه تقيله، ما تبقاش خفيفه، ده لو احنا لسه بنختار البيض من السوبر ماركت، يعني لسه بنشوف البيض اللي هنشتريه. تكون نقرا تاريخ الصلاحيه من عليها او الانتاج بتاعها عشان ده مهم قوي ان ما تبقاش بقالها فتره طويله. قلنا البيض لما بيتحط بيتحط بالجزء البيضاوي اللي هو الرفيع اللي تحت في الثلاجه عشان يحافظ على السوائل دايما موجوده بنسبه كبيره، يبقى البيض ده ما بينشفش مننا بشكل واضح. طيب هحط دول هنا وايه، وخليني بقى ابدا اخد البيض ده هروح كده على الخلاط. انا بس هسبق حضراتكم هنا بحاجه، انا عايزه احط سوداني فهحطه كده. بصوا عايزين تجرشوه مفيش مشكله، عايزين تسيبوه بيدي طعم حلو قوي مع الكيك ده بشكل جميل اهو. كام واحده سوداني كده حلوه. انا عارفه ان ندى بتحب الكيك دي قوي، صح يا نودي؟ بتحب كيك جلاش. انا هسيبها كده يعني نوع من التطعيمه الجميله للمكونات. هحط كده البيض بسم الله بعد ما انا ضمنت انه تمام اهو. وخليني بقى اخد طبعا اول حاجه الفانيليا. اللي حابب في حضراتكم يطعم مثلا برشه من القرفه مفيش مشكله، انا عندي الفانيليا سايله بسم الله، هحط شويه من الفانيليا السايله. الله، انا هحط رشه بس من القرفه تدي طعم كده بس مش هكتر، دي بتدي تيست كده مع الكلام الجميل ده بشكل رائع. هاخد بقى السمن هنا، حضراتكم تقدروا تستخدموا السمنه او الزبده زي ما تحبوا، انا هستخدم السمنه هحطها هنا وادوبها. اوكي اهو ندوب السمنه دي كده شويه، اللي عايز يستخدم زبده مكان السمنه مفيش، اللي عايز يستخدم زيت مكان الاثنين مفيش اي مشكله خالص. طيب عندي معلقه واحده بس من الزبده هحطها معاهم، واحده بس، ودي لدعم الطعم. هاخد السكر بسم الله وهضيفه هنا في الخلاط، وخلينا نضرب الخليط ده الاول مع بعض. هبدأ اضيف هنا الزبده او السمنه المذابه بسم الله، وهضرب ضربه كمان. هحط مع معلقه الكاسترد ومعلقه بيكنج باودر، ذره ملح علشان اظبط وادعم الطعم المسكر اهو. الرقاق بس هيبقى ناشف يعني هيطرى معانا، وهو بيسالوني لو عملناها بالرقاق فكره حلوه طبعا. خليني اخد القشطه. بصوا بقى الرقاق طبعا هيتكسر، بس اولا مش هيدينا الشكل بتاع الجلاش لانه مش لين في التعامل الا لو استخدمنا الرقاق الطري الرفيع، بس الرقاق تقيل تخين يعني سميك. لما هتيجوا تسقوها هتبقى حلوه بس هتبقى مقرمشه، مش هتوصل للطراوه اللي زي الكيك ده هنستخدمها. خليني انزل دي بالسباتيولا هنا، دي قشطه طبعا لو في وش اللبن هتبقى جميله تدعمه بقى كيك رائع كريمي ممتاز. وهاخد بقى هنا كده لفه كمان وهبدا اضيف اللبن من فوق بسم الله الرحمن الرحيم علشان احصل على خليط حلو بسم الله.
الخليط بيبقى كده، مفيش دقيق. انا حطيت كاستر دقيق ده باللون الاصفر الجميل، وحطيت وش القشطه والسمن او الزبده مع بعض، او تقدروا تعملوا بالزيت. بصوا بقى نسمي الله، بصوا بسم الله. طبعا شايفين الخليط كريمي ازاي؟ اولا عشان يمتص الجلاش كويس وتستوي وتطلع لنا خليط رائع. في ناس ممكن تضيف معلقتين دقيق، انا بصراحه ما بحبش، بس يعني برضو الشباب هنا حاولوا يعملوا كده، لقوا الفرق انها خدت شكل كيكي، لكن هنا بصوا خفيفه خالص. وايه، وتلاقوا نفسكم اما تنسقوها بقى بالشربات هتتبسطوا جدا. الله على الجمال، شايفين الجمال؟ ايه الجمال ده؟ الله الله، شايفين ادي شكل الايه؟ بصوا بتتشربوا ازاي يا ندى؟ الرقاق مش هيقدر يتشرب كل الموضوع ده. هنعمل كده من الجناب اهو، هتنفش بقى وتاخد شكل حلو. ويفضل لو حطيته السوداني ما يكونش محمص قوي، يعني يكون يعني نص تحميصه، او ني وانتوا تحمصوا جزء، حاجه بسيطه، انه هيتحمص في الفرن من السخونيه. بصوا الجمال، هتدخل الفرن حراره 180 على الشبكه في النص، مرتفعه مش بعيده اهو. بسم الله، هنحطها هنا ونسيبها بقى، هتاخد حوالي 25 ل 35 على الاكثر دقيقه، اكتر من كده مش هتاخد. طيب انا دلوقتي هعمل الشربات، الشربات اهو قدام حضراتكم. بنحط الاول كميه الميه، بسم الله، وبعدين كميه السكر، كوبايتين السكر اهو. خلاص عندي اختياري معلقه الجلوكوز، وممكن استغنى عنها لو هي مش يعني ايه مش هحتاجها. انا بس ايه عايزه ادعم الشربات بتاعي اهو، نقطه كده، معلقه صغيره او نص معلقه كبيره، مفيش اي مشكله خالص كده خلاص تمام. وبعدين عصير الليمون، عصير الليمون ده مهم جدا اهو. بصوا كمان اهو، بسم الله اهو. اوكي تعالوا بقى، انا هسيبه مش هعمل حاجه، هرفعه على النار ولا هقلبه ولا هلمسه ولا هاجي جنبه. اول ما يبدا يغلي ويدخل في الغليان ههدي النار واسيبه 10 دقائق، ده سوى الشربات المظبوط على نار هاديه. بعد ال 10 دقائق هطفي عليه، هضيف اخر حاجه الفانيليا عشان ما احطهاش من الاول وما اتمررش. هتبقى شربات رائع وخفيف، هسيبه بقى بره يهدى ويبرد تماما، ياخد درجه حراره المطبخ. لما تطلع الكيك بتاعتي هسقي الكيك بتاعتي بالشربات، واعلن الحكم عن انتهاء الشوط الاول. هنطلع للاستراحة ونرجع للشوط التاني ونكون استعرضنا الكيك بتاعتنا طلعت اخبارها ايه. مستنيه حضراتكم. اهلا وسهلا بمشاهدينا مره تانيه، ورجعنا من الاستراحه ونبتدي مع بعض الشوط التاني. دلوقتي احنا عملنا الشربات، بصوا بدا يغلي ازاي، انا ما لمستوش على طول، داب وعلى طول كل حاجه فيه. بصوا ما بقاش فيه ولا فتفوت السكر تحت خالص. اول ما بيغلي من دلوقتي هحسب له 10 دقائق بالظبط، ال 10 دقائق دول علشان اقدر اطفي عليه بعد كده واسيبه ياخد يهدى خالص، وبعدين بقى لو هنحطه في الثلاجه او هنستخدمه. طيب انا خلاص كده خلصت الشربات، هرفعه بقى هنا كده، وتعالوا بقى نبدا في وصفه جميله جدا، وصفه من الوصفات المحببه قوي بيعملوها، هي الصفوف اللبناني. الصفوف اللبناني من الوصفات الجميله قوي، قريبه من حاجات عندنا، لكن خلينا نشوف الطريقه الجميله بتاعت اخواتنا في لبنان. عندنا طبعا دي اختياري، يعني عندنا الاول نقول المقادير الاساسيه. عندنا كوبايتين من الدقيق كبار، الكوبايه 200 جرام يعني حوالي 400 جرام. عندي كوبايه ونص من السكر حوالي برضو 400 جرام. عندي كوبايه ونص من الميه، وعندي نص كوبايه من الزيت او السمن زي ما حضراتكم تحبوا تستعملوا، انا هستخدم زيت مليان. وعندي كمان 3 معالق كبار من السميد الناعم، سميد البسبوسه، معلقتين كبار من اللبن الباودر، معلقه كبيره من بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره خميره فوريه، ونص معلقه من الزعفران الباودر او الكركم، يعني لو ما فيش زعفران باودر الكركم، هي الفكره في اللون. انا طبعا يعني المكونات الجافه بتتحط كلها مع بعض، ولكن السكر والكركم بدوبه مع بعض، او الزعفران بدوبه مع بعض. تعالوا كده نحط السميد على الدقيق هنا. اول حاجه المكونات الجافه، وعندي البيكنج باودر، نص معلقه الخميره، عندي لبن البودره،
وتعالوا ذرة الملح ونقلب كده تقليبة حلوة. بسم الله المكونات الجافة دي مع بعض كده، وبعدين هاخد السكر أدوبه هنا في المية، وهاخد معاه كمان الزعفران الباودر أو الكركم زي ما حضراتكم تحبوا المتوفر عندكم، ونقلب كده حبة حلوين لحد ما إيه ندوب الخليط الحلو ده أهو كده. طبعا الزعفران باودر بيتباع وبيبقى مش غالي زي الزعفران الشعر، نقدر نجيبه من عند العطار، موجود ومتوفر وممتاز يعني، وبيدي لون رائع اقوى كمان من اللون ده. كده قلب تقليبه حلوه لحد ما السكر ده يدوب تماما. الله كده، هدهن الصينيه دي بالمعلقه الطحينه مش بسمنه، وهجهزها دلوقتي مع حضراتكم. تعالوا بس الاول بدوب كده كميه كويسه. الله بدا السكر يدوب تماما. خليني كده اخد هنا الصينيه اللي انا هعمل فيها مثلا فلتكن دي اهي، وهاخد كده بالفرشه وهمسح مسحه كده بالطحينه، الطحينه البيتي اللي احنا عاملينها بقى رائعه اهو مسحه. طبعا للتجميل تقدروا تحطوا اي نوع من المكسرات، هو احنا هنا هنجملها باللوز، وانا هقول لحضراتكم معلومه عنه. اللوز لو عايزينه يدخل ويحتفظ بلونه الابيض يعني يفضل زي ما هو كده لونه ابيض ما يتحرقش في النار، واحنا هنحطه ني. احنا طبعا اللوز لو هو بقشره زي ما اتفقنا هننقعه في ميه سخنه، وبعدين ربع ساعه نسيبه، وبعد كده هتبدا القشره بتاعته تنفصل، هنطلعها ونفصله اتنين. هيتحط بالطريقه دي ساده، بس لازم ننقعه على الاقل من ليله قبل، يعني اللوز اللي قشرناه ده يتحط فيه ميه لمده ليله من قبل علشان لما نحطه ما ياخدش لون في الفرن. فما تيجوا تشوفوه هتلاقوا لونه فاتح وجميل، هقوله لكم دلوقتي في الوصفه بتاعتنا. انا دلوقتي حطيت كده الطحينه، هاخد بس الخليط ده كده وهروح هناك انقله في بوله كبيره عشان ابدا اضربها. هاخد كده الخليط الحلو ده الجاف، المواد الجافه، بسم الله، في بوله بس اكبر شويه، ونبدا نضيف عليه من المكونات السائله. بس طبعا خليني الاول اضيف الزيت، نص كوبايه الزيت، هحط زيت مليان، بسم الله. بس شكرا. تمام. بصوا بقى هنقلب كده تقليبه حلوه ونبدا نصب، بسم الله، الخليط، وخلينا ندوب بالمضرب. بسم الله الرحمن الرحيم، نضرب الحاجات الحلوه دي مع بعض. الزعفران بيخلي لون اصفر اصفر قوي، كانكم حاطين ملون غذائي بالظبط، ولو مش موجود ممكن نحط ملون غذائي على طول، بس طبعا الزعفران بيدي ليه يعني فائدته، وهو دي الطريقه الاصليه. حطينا كل المكونات الجافه اول حاجه مع بعض، الخميره والبيكنج باودر والدقيق وذره الملح، كل ده خلطناه مع بعض. بصوا اهو، وبعدين خلطنا السكر مع الزعفران البودرة
في مع الميه، مع كميه الميه، وحطيت هنا نص طبعا كوبايه الزيت. بصوا بقى، لا هي هتخمر في الفرن خلاص، احنا هنصب على طول وتمام، هيبقى الدنيا بتاعتنا. طب معلش، احنا هنصب وهيبقى الدنيا بتاعتنا تمام مع الايه المكونات دي. يعني انا مش هستنى عليها تخمر عشان هي فيها نص معلقه خميره، لا انا هوري حضرتك هي بتخمر في الفرن ما تقلقوش، زي ما البيتزا كده لما بنستخدمها ما هي برضو بتعلى تاني في الفرن، اي حاجه فيها خميره لازم تعلى تاني في الفرن، لازم تاخد جزء تاني في تسويه الفرن، لكن طبعا بعيدا عن المخبوزات اللي ليها سيستم معين. طيب تعالوا بقى كده سؤال مهم، انا بحبكم عشان كده والله. ادي الصينيه اللي احنا غلفناها تحت القاعده بتاعتها بالطحينه، هناخد كده بقى المكون ده او الخليط بتاعنا ده، بسم الله، هنصب كده من الوصفات الجميله برضو جدا. لما بتطلع بنمسح وشها بالشربات التقيل او بالعسل، الوش بس لازم يبقى بيلمع، لكن ما بيتصبش فيها حاجه، وهي فيها نسبة سميد لا بأس بيها، يعني 3 معالق تقريبا مش كتير، فهي مش زي الكيكس اللي محتاجة تطرى كخليط يعني. بصوا هعمل بس كده وبعدين نجمل بقى بالإيه؟ باللوز. بصوا حضراتكم آدي اللوز، جملوا بقى بالشكل اللي يعجبكم، يعني عايزين تحطوا اللوز كده، أنا بس أحب أفتحه أنصاف كده، أنصاص يعني كده بشكل حلو اهو. بصوا بقى ده اللوز بعد ما بيتنقع ليله كامله، اما بيدخل بقى الفرن كمان بيبقى جميل حبايبي. بصوا يعني بياخد كده تسويه بس بيطلع لونه كده فاتح، بيبقى رائع سبحان الله. فدي برضو معلومه جميله اتقالت لي واحب ان انا افيد حضراتكم بيها، يعني طالما انا افادوني، وطبعا ميرسي لكل حد نقل لنا الوصفة دي مظبوطة، بشكرهم شكرا جزيلا، وبجد وصفاتكم كلها جميلة، كل الشيفات اللي موجودين عندكم رائعين. أنا هعمل كده كام شكل بس كده، بصوا الجمال. هندخل الفرن حرارة 180، كيك عادي خالص احنا عاملينه، وإيه وعايزين يطلع بشكل جميل اهو. بصوا الجمال اهو كده، نوزع بقى الشكل الحلو ده زي ما انتوا تحبوا، يعني عايزينها اي شكل انتوا تحبوه، طبعا التجميل ده يرجع لحضراتكم، لكن هي الفكره بس في ان احنا نعرف ازاي نطلع اللون ده فاتح كده. حبايب قلبي انتوا الحلو اللي موجود بجد في البرنامج ده، بجد كل الموجودين في كنترول وكل السادة المصورين والقائمين على البرنامج ده كمان في وسط قناة يعني ايه مميزة، فانا بشكركم جدا حبايب قلبي اهو. انا شايفة ان كده جميل، ايه رأيكم؟ حلوة كده، يلا بينا ندخلها بقى الفرن حرارة 180، هنسيبها تاخد وقتها يعني مش كتير. بسم الله الرحمن. بصوا بقى التانية بدأت تطلع معانا ازاي، بصوا يا أمامير، بصوا يا أمامير، بصوا اللي فوق يا أمامير، ألفها لكم لفة، بصوا بصوا تماسكت ازاي، الله 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 الله. بنقفل طبعا، لما هتطلع كيك الجلاش هنسقيها شربات، لكن الصفوف هنمسح بس الوش. أوري لحضراتكم، بصوا بسم الله، تسلم ايدك يا مصطفى عشان انا بحب الكريزي يعني، بس ماشي جميله. طيب اهو الله الله، بصوا الجمال، بصوا اللوز بقى طالع ابيض ازاي وجميل. تعالوا بقى نمسح كده الحروف اهي، شايفين بنمسح بس دهان على السريع، لكن مش بنسقيها، لكن كيكه الجلاش هنسقيها شربات، هتاخد كوبايه شربات من اللي احنا عملناه ده بحراره المطبخ. طيب يلا نخليهم بقى في المفيد، بصوا الجمال، الله 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 الله. يبقى احنا عملنا الصفوف، الزعفران البودره يا جماعه مش غالي، احنا محتاجين حاجه بسيطه يعني نص معلقه صغيره مش حاجه، فممكن نجيب منه مثلا حاجه بسيطه كده 10 جرام ولا حاجه بس، مش من الشعر، في الباودر يدي لون جميل، وبصراحه عشان تاكلوها اصليه كده وجميله. شوفوا بقى اللوز هنا لما احنا نقعناه من قبل بيوم
بصوا دخل الفرن وخرج بلونه جميل زي ما حضراتكم شايفين كده. دي معلومة جميلة، وعلى فكرة المعلومات دي مهمة جدا، مهمة بجد، لأنه في تكنيك لكل بلد يحترم. وطبعا دي حاجة بنشكرهم عليها، لأن احنا بيضاف لنا وصفات جميلة من عندهم بنحب ناكلها لما بنروح لهم، وهم كمان بيحبوا وصفات جميلة عندنا، فأكيد التبادل التراث ده رائع. تعالوا بقى نقدمها هناك كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وإيه ونوديها هنا اهي جنب القمر دي، وهنبدأ بقى نستعد، لأنه كده خلاص الشربات بدأ يهدأ، وكده الحكم صفر بانتهاء الشوط الثاني، وسيعلن عن استراحة ونرجع للإكسترا تايم في انتظار حضراتكم. ورجعنا من الاستراحة، وعملنا ايه في الشوطين؟ عملنا كيك الجلاش الرائعة اللي بنسقيها دلوقتي بالشربات، وطبعا تقدروا تقلبوها او تاكلوها كده. احنا عملنا واحدة مقلوبة واحدة لا. بصوا بصوا الجمال، تسلم ايديكم. طيب احنا كده هنسيبها بقى تتشرب شوية حلوين، هي دافية والشربات برد، خد حرارة الجو، حرارة المطبخ، يعني انا مبسوطة بيها جدا الحمد لله ان هي طلعت كده. بصوا بقى ده لو هتقدموها كده. ممكن نعمل بقى كيك شوكولاتة لكل محبي كيك، ما ينفعش نعمل يعني كيك مثلا الصفوف اللبناني ونعمل الكيك الجلاش وننسى حبايبنا اللي بيحبوا الشوكليت. خلينا نعمل كيك كده لطيفة وسريعة، وينفع تخيلوا الكيك دي لو طلعت معانا حلوة كده ممكن نعمل منها حاجة تطلع تورتة. ازاي؟ معرفش، تعالوا كده نشوف. طيب أول حاجة كيك الشوكولاتة، أنا هقول لو عندي كوباية إلا ربع من الدقيق، لو هعمل مقدار صغير في حاجة من نوع كده صغيرة تطلع شكلها لطيف. طبعا أنا لو حضرتك تعملوا قالب كبير زي اللي أنا عاملاه ضعفوا المقادير. خلاص طيب عندي كوبايتين سكر، كوبايتين سكر دول ثابتين مش هضاعفهم، هيفضلوا ثابتين، ومن المفروض من كوبايه ونص او كوبايه وربع لحد ايه الكوبايتين زي ما تحبوا. عندي كوبايه ربع من الكاكاو الخام، معلقه ونص من البيكنج باودر، معلقه ونص بيكنج صودا، معلقه صغيره ملح، مش معلقه صغيره، رشه ملح، خليها معلش رشه ملح يا ولاد. انا هحط البيض، اثنين بيضه، وممكن تضيفوا بيض لو انتوا عايزين. عندي كوبايه من اللبن، وعندي نص كوبايه من زيت مليان، وفانيليا سايله، وطبعا هستخدم كوب ماء مغلي، ماء مغلي مش ماء ساخن، ماء مغلي. طيب ممكن ابعد بس دي كده هنا من الشغل، خلينا ايه نوديها ضمن حاجاتنا الحلوه اللي هناك. بسم الله، عقبال ما تتشرب براحتها نحطها هنا ده، ونبدا بقى في الحاجه بتاعتنا. انا عندي اول حاجه هنخلط الخليط بتاعنا ده في بوله. بسم الله، ادي بوله كده نشفها كويس كده، وهبدا بقى البس الجلافز كده ونبدا نشتغل مع بعض. هنخلط على المكونات الجافه الحاجات الحلوه دي. احنا ممكن نضرب البيض، السكر اسفه، مع كميه من الزيت، بس انا مش هعمل كده، انا هضيفه بشكل تاني خالص، هعملها مش خليط الكيك التقليدي اللي احنا شغالين بيه يعني. فخليني الاول هاخد كده بسم الله البيض، واحط عليه الفانيليا، وبعدين عندي هنا الكاكاو الخام هضيفه على الدقيق، كل مكونات الجافه كده مع بعض، كاكاو الخام يعني بدون سكر مش الانواع اللي بسكر، تمام؟ وتنقوا نوع، في انواع كتير حلوه، اسالوني على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمزي بالعربي هجاوب حضراتكم. النوع ايه الانواع البديله، وبيتباع خام عند العطار بيبقى نوع اسباني. هنحط كمان البيكنج باودر والبيكنج صودا، وحطينا رشه الملح، خلاص هنقلب كده تقليبه حلوه. بصوا بقى، طبعا احنا اتفقنا انه البيكنج صودا ليها ما نقدرش نكتر منها ونستخدمها ككميات كبيره زي البيكنج باودر، فالبيكنج باودر هي خميره الحلويات اللي هي بتساعد في الرفع الكيك. طبعا تقدروا لو عندكم بيكنج باودر بقاله فتره ازاي يعني تعرفوا ان هو شغال كويس، ان انتوا تجربوه لوحده الاول. البيكنج صودا بس ما نقدرش نكسر منها لانها يعني مش يعني ضاره، مش هياش سهل ان احنا نتعامل معاها بكميات كبيره كده.
فمش المفروض ان احنا نستخدمها كتير. تعالوا بس انا عايزه اروح الناحيه دي وادي بس كده اخد الكبه دي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا نحط فيه شيت الايه العجان بتاعنا القمر ده، المضرب الكهربائي، ونشتغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب دول كده مع بعض اهو. يلا بسم الله نضرب بقى كويس. دلوقتي بقى اقدر اضيف الزيت شويه شويه، يعني نص كوبايه الزيت دي شويه شويه، وانا بسخن الكاتل اهو، وعندي طبعا لبن، وادي الزيت بيبقى خليط خفيف حضراتكم ما تستغربوش. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت مليان، وهبدا اضرب تاني. بسم الله. بتبادل مع كمية اللبن مع كمية بقى الخليط الجاف، نحط شوية وشوية. بسم الله. الخليط اللي احنا خلطناه مع الكاكاو والبيكنج صودا والبيكنج باودر. بسم الله نحط كده شوية. ونقلب بالتبادل مع الكمية، ما تنسوش ان فيك لسه كوباية مية سخنة او نص كوباية، طبعا ده على حسب نوع الدقيق. خلينا الاول نعمل كده عشان ما نبهدلش الدنيا. بسم الله. خليط ان شاء الله تستمتعوا بيه، وينفع يتعمل منه جاتو او تورته، هتبقى حلوه قوي وكريمي. هناخد كده بصوا بقى لون الكاكاو لما بيكون كاكاو نوعه حلو، ده نوع اسباني من عند العطار، ممتاز. لسه هاخد باقي الخليط الجاف اللي انا سايباه هنا، وده اللي هبدا اخفه بالباقي اللي هي كوبايه الميه السخنه اللي قلت لحضراتكم عليها، سخنه مغليه، سخنه مغليه. بسم الله. ادي الميه السخنه المغليه، بصوا بسم الله اهي، وهبدا اخلط تاني. بسم الله. شوفوا بقى الخليط بقى خفيف ازاي، وادي حضراتكم قوامه دلوقتي بالسباتشيلا حالا اهو. بصوا هنلم بقى الخليط كده
شايفين قوامه عامل ازاي؟ شايفين؟ خفيف، ما هوش خليط، كيك تقيل. تمام؟ وهنجهز قالب. انا عملت دي مدورة، ممكن نشوف عقبال ما يجيبوا لي القالب. هنصب بقى الخليط ده. هعمل ايه بقى في الصينية؟ هدهن مسحة من الزيت وهحط طبطينة من الكاكاو. اي كيك شوكولاتة حضراتكم عايزين تبطنوه، ما ينفعش نبطنه بالدقيق، لازم نبطنه بالكاكاو، فيطلع مش بقى بعد ما يستوي تلاقوا حروف بيضة على الكيك، لا، تلاقوا كاكاو منه فيه، يعني لونها زي اللون بالظبط. طيب دلوقتي بقى هطلع الكيك قدام حضراتكم كده، هنشوفها بعد ما بندخلها الفرن، حرارة 180 على الشبكة في النص. هنبدأ نستعد ان احنا نعمل الكريمة الزبدة بتاعتنا ونشتغل فيها. حلو، انا دلوقتي لو انا هفترض مثلا عندي في قالب هنا، خليني اسمحوا لي اجيبه معلش، ده بقى ممكن يعملكوا تورتة عالية قوي. طيب لو انتم ما عندكوش القالب ده، ها، او عندكم قالبين منه، اقسموه على مقدارين، يعني ما تسووش كمية الكيك كلها، لما تكون عالية او هتبقى عالي لحد هنا الافضل لا، نقسمه على 2 قالب، فالكيك يطلع بمستوى كده، يطلع 2 قالب تعملوا تورتة 4 أدوار رائعة. فخليني انا دلوقتي همسح هنا مسحه من الدقيق، بس قبل، اسفه، من الكاكاو. بس قبل ما هعمل كده خليني ممكن اعمل كده بمنديل، امسح مسحه زيت خفيفه بس كده هنا وفي الجراب، وهبدا اعمل احط طبطينه كده من الكاكاو بسيطه بس في القاع. ماشي، اهو اهو كده كده، هوري حضراتكم الشكل العام اهو، شايفين ازاي تبقى متبطنه بالدقيق اهي، فهتبقى رائعه. بصوا بقى دي الاسفه بالكاكاو ده بيبقى رائع للكيك اهو، كاكاو والطبطينه رائعه قدام حضراتكم اهي، تسلم ايديكم. طيب هبدا بقى اصب الخليط، وانا بقى رايي ان احنا لو انا عندي القالبين المقاس الصغير ده، هبدأ أقسم خليط الكيك ده على 2 قالب منه. بسم الله، هنشوف كده العلو ايه. لا، هي ممكن تطلع خليط واحد لحد تلت القالب فقط لا غير، هي كده خدت معايا تلت القالب اهو. بصوا حضراتكم ده هايل هايل اهو، اللي عايز يبطن بورق زبده يبطن يعني تأمينا ويدهن عليه الزيت مفيش مشكله. وهتدخل فرن زي ما قلت لحضراتكم على الرف 180 على الشبكه في النص لحد ما تعلى معايا. لو افترضت ان الفرن ده كان حامي، بصوا الصفوف ما شاء الله، يا سلام يا سلام، الصفوف بدأت تعلى ازاي وتدي لون في الفرن، هسيبها لحضراتكم تشوفوها. وهبدأ بقى انضف هنا حواليا ونجهز لكريمه زبده سريعه. هي طبعا معروف مقاديرها، انا هقول المقادير مره تانية عشان احنا ما كناش عايزين نعمل التورته كتورته يعني، بس هديكوا فكره ليها. هاخد كده السكينه المنشار، انا سايباه لكم مفتوح. تمام، بصوا بقى هاخد كده حروف الكيك دي، حروف الكيك دي اول ما بتطلع باخد كده الوش بتاعها بجمعه هنا، ما بترموهاش، الكيك دي ما بيترميش، الكيك ده بيتعمل منه كيك بوبس، بيتعمل منه البال بتاعه الجاتو اللي احنا بنشوفها، الكره المدوره اللي بنشوفها في الجاتوهات بتتعمل كده. فهاخد كده من المستوى الكيك ده اهو كده عشان ما تبقاش له قشره ضخمه، ننظف بقى الحاجات دي كده اهو، شايفين ازاي تبقى طريه. طيب دول هعمل فيهم ايه؟ دول هخلطهم في الكبه، بخلطهم في الكبه ويطلعوا باودر، اجمل بيه اما الجاتو او التورته، او اضربهم في الكبه واعمل منهم باودر واشتغلهم كيك بوبس. اوكي، وهنعمل مع بعض الوصفات دي بعد كده. بسم الله، كده تعالوا بقى ننشف بس هنا مكان هنا ونبدا نخلطه، عشان هي فيها ميه لازم تبقى جافه تماما، يعني وش الكيك مش برميه. طبعا نقدر نحتفظ بيه في الفريزر، مش شرط تشتغلي فيه دلوقتي، ممكن تحطيه في كيس وتشتغلي فيه بعد ما حضرتك تحسي ان انت في دلوقتي وقت قادره تقفي تعملي حاجه للولاد فيها كيك بوبس او كيك صغير او بول بتاعه الايس كريم. طيب تعالوا بقى ناخد كده البواقي دي، فين البول اهي، بصوا هنحطها هنا اهي، هنطحنها بقى طحنه كده، عايزين تطعموها تاني بمعلقه كاكاو ماشي، بس هي مش محتاجه اهو كده.
اثنين من الكيك قسمتها، واقدر اقسم دي كمان واحده لو انا عايزه احشيها. واهو بصوا بقى باودر ازاي، بصوا اجمل بيه الجناب بتاعته بتاعت الكيك، واقدر اعمله بقى عليه كريمه بس يبقى كيك بابس، واكوره وانزله بس في جناش شوكولاته واحطه في الثلاجه والولاد يستمتعوا بيه. تعالوا بقى ناخد اللي احنا مجهزينه. انا مجهزه هنا حاجه بسيطه للحشو، وطبعا احنا هنستعد للفقره اللي جايه معانا فيها دكتوره دينا ابو سعود، هتكلمنا عن مواضيع مهمه جدا جدا الحقيقه خاصه بالمناعه، هتفرق معانا ومع اولادنا في حاجات كتير قوي. خليني بس كده ايه، انا بعمل كده الكريمه بشكل، طبعا هنعمل ده مع بعض تاني باستفسار، انا بس جات لي الفكره دلوقتي وانا بشتغل مع حضراتكم فروحت مجهزاها فورا، يعني ايه مش حطاها في دماغي. بس بصوا الكيك العادي ممكن لو مقاديره حلوه نعمل منه حاجه رائعه. تمام، انا هقلب بقى كده الكيك نفسه، مش هاخد ده، هاخد دي، هي القاعده هي دي العكس، هعكس يعني دي هتبقى كده ودي اللي هقفل بيها كده، شايفين ازاي؟ هتبقى هي دي القاعده بتاعتي الاساس، يعني القاعده اللي تحت هي اللي خدتها على الايه وش الكيك. ماشي، نقدر بقى من الجناب هنا ناخد من الجناش اللي احنا عاملينه، وده سهل قوي، او بالكريمه، عندي حاجتين اهم خلينا نوريهم لحضراتكم، نشتغل بيها على الشوكولا زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى الجناش اهو، ناخد منه شويه كده، وايه ممكن اهو بصوا على الوش الكيك، وهنبدا بقى نقفل كل الحاجات الحلوه دي بشكل جميل زي ما حضراتكم هتشوفوا حتى من الجناب، وتدخل التلاجة تمسك نفسها لازم. خلاص نبدا بقى نجمل من الجناب ونحط بقى وردات جميله، هوريكم شكلها. بصوا بقى مخرجنا اما تيجوا تقطعوا قطع منها تبقى عامله كانها جاتو انتوا جايبينه من بره، وهو احلى كتير بطعم البيت طالما بتستخدموا شوكولاته نوعها حلو وكمان نوع الكاكاو يبقى حلو. تمام، هنبدا بقى كده وبعدين نقفل من الجناب. ودلوقتي بقى هنستعد للفقره الطبيه، واسمحوا لنا بقى هنطلع استراحه، هنرجع نشوف الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها و نطلع استراحه نستقبل فيها ضيفتنا الجميله دكتوره دينا ابو السعود في انتظار حضراتكم.